بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. من الذي يخرج الزكاة عن الفتاة المخطوبة أو المعقود عليها، والدها أو خطيبها؟ خطيبها أكيد، يعني إذا في عقد زواج زوجها، يعني ما عاد اسمه خطيب. هل يجوز، لأنه حتى هي لو كان أبوها وهي وصلت لسن البلوغ وكانت كذا، فالأب مسؤول، الأب مسؤول بعد سن البلوغ. إذا كان ذكور غير مسؤول عنهم، إذا كان بنات مسؤول عنهم، الآن زوجها هو بيقوم بهالمقام هذا. هل يجوز إخراج زكاة الأموال كراتين زيت وسكر وعدس ولحم وسمن؟ يجوز إخراجه نقدا ويجوز إخراجه عينا، يعني بيجوز. زوجة أخي رضعت ابنتي رضعتان أو ثلاث، ولكن هي لا تذكر لأن أمها ومن ولدتها قيصرية وكانت تحت تأثير البنج. السؤال: ابن أخي يريد الزواج من بنتي، هل يجوز؟ على الحنفي لا يجوز، الحنفي بيقول مصة واحدة، وأنا بحب الاحتياط بهالأمور. الإمام الشافعي بيقول خمسة مشبعات، أنت عم تقول اثنين ولا ثلاثة؟ عند الشافعي بيصير وعند الإمام أبي حنيفة ما بيصير، وأنا برجح المذهب الحنفي احتياطا وخروجا من الخلاف. إذا صليت الوتر قبل الصبح، هل يعتبر وتر أم تهجد؟ لا، وتر. هو الوتر يسن أن يكون آخر الليل، وأنت صليت وتر يعتبر وتر، ليش تهجد؟ متهجد. هل يمكن أن يشترك شخصان في ذبح بقرة عقيقة لابنتيهما؟ يجوز، يجوز ذلك، بيجوز لحد سبعة، سبعة يشتركوا في بقرة بيجوز، على أنه أضحية ولا عقيقة ولا جائز يعني. هل خلق إبليس من البداية كملاك، أم أنه صبي من الجن صعد به أحد الملائكة إلى السماء فأصبح من الملائكة؟ لا، إبليس لا صعد ولا نزل، يعني خلقه الله هو وخلق الملائكة، وهو خلق واختلف هل هو من الجن أو من الإنس، والراجح أنه من الجن، وكان صالحا في بدايته، إلا أن الكبر الذي يعني منعه من أن يبقى في الجنة وأن ينزل إلى الأرض وأن يصبح يعني عدوا للإنسان. بدي طلع فطرة بس بدي إبعتها من محافظة لأخرى، هل يجوز؟ عند الحنفية جائز، عند الحنفية جائز، ونحن نفتي بهذا خصوصا لما بتكون المحافظة الأخرى أحوج. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال، ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا مرحبا. هلا، بدي أسألك مشان الصلاة. نعم. أنا رجلي مكسورة وحاطة فيها برغي، هلا بالسجود بوقف بصلي على الواقف وكله صلاة على الواقف، بس بالسجود ما بقدر إني أرفعها، هيك صلاة بتجوز ولا لا؟ جائز إن شاء الله، ليس على المريض حرج، الله يتقبل ويجعلها مقبولة إن شاء الله. يسلم إيديك. في سؤال تاني؟ ابني بس بده يحكي معك. على راسي، اهلا وسهلا. الو. الو، اهلا وسهلا. كيفك شيخنا؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا حبيبي، تفضل. شيخنا دعيلي. ان شاء الله ربي بيوفقك وبيسعدك وبيعطيك ليرضيك وبيجعلك ان شاء الله هيك في اعلى المراتب، انت وجميع المشاهدين والسامعين ان شاء الله. بناخذ اتصال. الو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أه،
بدي اسالك سؤال لو سمحت. ايه تفضلي. انا مجدرة وعمري 12 سنة. نعم. وفطرت برمضان، فلازم اقضيهم بعد رمضان؟ هلا انت شو قلتي اول شيء؟ انه انا مجدرة. معك الجدري؟ ايه. الله يشفيكي ويعافيكي ويسلمك. يلا كلياتنا صار معنا الجدري وكله بصير معه، هاي شغلة طبيعية وان شاء الله الله بيعافيكي. لا ما بتقضيهم 12 سنة، ما بتقضيهم ان شاء الله السنة الجاية بتصوميهم كلهم والله هيك بيعطيك الصحة والعافية. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيكي، اهلا وسهلا. لا انت بخير شيخنا. الله انتو بخير يا مرحبا. هلا بدي اسالك سؤال. هلا امي ناضره الندر كل تنين وخميس تصوم، وبكره عيد الفطر يوم الخميس، هلا شو بتعمل بهالحاله؟ هلا هذا ما بيصح تصومه، بتصوم اليوم اللي بعده. يعني اول يوم دائما عند الشافعيه يبطل صيامه، وعند البقيه يعني يصح مع الاثم. فاذا ندر الانسان ما بيصح هذا الندر، يعني بيصوم اليوم اللي بعده. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن اسألك سؤال؟ ايه تفضلي، اهلا وسهلا. بالنسبة لصيام 6 شوال. تمام. انت المفروض ان نصومها ثاني يوم العيد ولا بعد العيد؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فأول يوم بالاتفاق ما بيصوم، بيصوم تاني يوم إذا حب، يعني من تاني يوم وطالع، ممكن يأجله لبعد العيد، يعني معه شهر شوال كله يصوم فيه 6 أيام، بس اليوم الأول من شوال اللي هو يوم العيد الأول هذا ما بيصح الصيام به، يعني وعند الشافعية يبطل، لو صامه يبطل، عند غيرهم مع الإثم. ناخذ اتصال. ألو الو الو اهلا وسهلا. الو مرحبا شيخ. يا ميت اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله شيخ. جميع ان شاء الله حبيبي. شيخ انا في علي انا 8 اشخاص وما معي حق الفطرة. نعم. انا عامل بالساحة، يعني عم اشتغل لحتى اعيش ولادي. الله يعطيك العافية، الله يسلم ايديك ويجزيك عنا الف خير. ما بيطلع عليك صدقة الفطر على المذهب الحنفي، لا يجب عليك صدقة الفطر على المذهب الحنفي. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا. كيفك شيخ الشخصارة؟ يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. بس بعد اذنك عندي سؤالين. اي تفضلي. اي تفضلي. هلا اول سؤال، امي توفت 15 رمضان. نعم. ومعها عدة امراض، يعني معها سرطان ومعها عدة امراض، وفترة هال 15 رمضان يعني هي من زمان انه ما بتقدر تصوم برمضان، بحق لها الزكاة تبعها؟ بحق لها شو؟ انه نعطيها الزكاة تبعها، انه ندفع الكفارة تبعها، يعني انه انتو تدفعوا الكفارة عنها؟ ايه يعني هدول عدة الايام يلي فترتهم 15 يوم برمضان. هلا هي ما فيها تصومهم بعدين مو هيك؟ ماتت امي، ماتت. الله يرحمها. ايه بتطالعوا كفارة صيام عن هذه الايام بعد العيد، لانه ما حدا معه. ايه بعد العيد على التيسير ان شاء الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي شيخي بدي اسألك، حماتي مرة كبيرة بالعمر. نعم. اي جوزها توفى. الله يعني يحمد. اذا ما ساوت العدة يعني بطولها اثم؟ اي طبعا بنوبة اثم. العدة مو مشان انه جوزها كبير ولا صغير، انه والله بتقلي وحدي انا صلي 10 سنين ما اجتمعت انا وزوجي وتوفى او طلقني، ليش العدة؟ العدة مو مشان الحمل، العدة احكام تعبدية، العدة احكام تعبدية، فلو كانت كبيرة بدها تلتزم باحكام العدة.
يسلموا شيخ. الله يسلمك، يا هلا. باخذ اتصال. الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. شيخي من بعد اذنك بدي اسالك سؤالين. اي تفضلي. مرت عمي مع التهاب وريد برجليها التنتين، بس بالنسبه للصلاه بالركوع ما بتتضايق عادي، بالسجود بتتضايق، من شان هيك بتصلي على القاعد، صلاتها جائزة؟ يعني هلأ هي وقت بتقرأ وبتركع على الواقف، بس وقت بدها تسجد بتقعد على الكرسي، مو هيك؟ أيوة. إيه بجوز، أما من الأول تقعد على الكرسي لا ما بجوز. طالما هي تستطيع القيام بقراءة الفاتحة، تستطيع الركوع، بدها توقف. هلأ وقت السجود بننزل نقعد على الكرسي وبنسجد هيك برأسها، هذا بجوز، لا إشكال في ذلك. في سؤال ثاني؟ سؤال الثاني تفضلي. أختي عمرها 15 سنة، مرضت وما حسنت تكفي صيامها، أم فطرت بيطلع عليها تقضي؟ إيه طبعاً لازم تقضي لأنه فطرت. وشيخي أنا طالبة صف تاسع، بدي تدعي لي دعاء من تمك الطاهر ومشكور كتير. الله يفتح عليكم جميعاً ويفتح على بناتنا ويفتح على جميع الطلاب وييسر لكم ويجعلكم في أعلى المراتب ويجعلكم من المتفوقين الناجحين والناجحات، والله هيك يذكركم من المعلومات عند الطلب عندما تكونوا في قاعة الامتحان. إن شاء الله ربي بيسدد قلمكم وبيجعل إجاباتكم صحيحة وبتكونوا في أعلى المراتب إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيك عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. هلا لما بنقضي الصيام بعد رمضان، لما يعني اذا وحده كانت عم تقضي وفتره في قلب النهار وعم تقضي دين، بتصومه يومين؟ هلا عند الحنفي بتصومه يومين، عند الشافعي بس بتقضي اليوم، يعني بس عليها 6 ايام، عم تقضي 6 ايام فتره بيوم، بترجع بس عليها يوم واحد مو يومين على الشافعي. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. يا صاحب الهم إن الهم مفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له حل وتدبير، وللمهيمن في وفوق تدبيرنا لله تدبير. إن الطبيب له في الطب معرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا ما انقضت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. ما شاء يفعل،
أجب دعوتي يا سيدي، أجب دعوتي يا سيدي، واقض حاجتي واقض حاجتي سريعا، فشأن العبد يدعو ويعجل. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك، أنا صلي على الأعي مركبة مفصل من أقل من سنة. نعم. ما فيني أغير على الأعي صلاتي، يعني صلاة حتى وضوئي رجلي ما فيني أعليهم، يعني العملية جديدة. يعني بتغسلي رجليكي انت قاعدة؟ ايه، بتشاهد 3 مرات وبس. يعني انت اجرك وثوابك مضاعف، يعني اذا انا بتوضى هلأ باخد 10 حسنات، انت يمكن تاخديهم 100، لانه فوق ضعفك ومرضك وعم تقومي بالعبادة، فالله بيعطيكي اجر مضاعف والله يتقبل يا رب. ناخد اتصال. الو. الو. ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميت هلا، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم. هذا فضلك يا سيدي، فضلك. الله يبارك فيكم. سؤالنا دكتور، سمعنا عدة أقوال فيما يتعلق بزكاة الحلي. وآخر ما سمعت من أحد السادة العلماء أن زكاة الحلي تقدر ب 300 أو ما زاد عن 300 جرام، وفي أقوال أخرى، فما هو المعتمد بالنسبة لزكاة الحلي للمرأة؟ نعم، هلا المعتمد عند الجميع أنه 85 جرام، 85 جرام بيطلع عليهم زكاة، لا 300 ولا شيء، 85 بيطلع عليهم ويجب فيهم الزكاة، وهذا هو الراجح والمعتمد عند الجميع. أما 300 جرام أنا ما سمعته لسه من أحد أبدا. ناخذ اتصال. ألو، 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 أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم بخير. الله يخلينا يا رب. إلهي الله يحفظك. شيخنا، في سؤالين بدي أسألك ياهم. تفضل. السؤال الأول، لا فترة بجوز أعطيها لأخي؟ بجوز تعطيها لأخوك. الشغلة الثانية، أنا بفطر يعني وبدي أدفع كفارة، لقيت معي كفارة أسعى؟ معك مجال، الله يعطيك عدت يسير، قصتهم هيك برياحة. الله خلينا يا عم. الله يبارك فيك يا عمي. هلا باخذ اتصال. ألو، 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 أهلا وسهلا. ألو، أهلا وسهلا. شيخي بدي أسألك سؤال. ايه تفضل. بدي أنا مرضان وشايل الطحية. نعم. وانا ما بحسن اصوم، وقال لي الدكتور انه لا افطار على رأسي، يعني هذا ايش بيطلع عليه؟ عدلي شو قلت انت؟ ما بتقدر تصوم بعدين؟ انا رحت على الدكتور. نعم. وقال لي انه انت افطار ما بتحسن، وايش هي فتوة بدين الاسلام؟ كفارة الصيام بتطلع، يعني ما بتقدر على طول تصوم، مو هيك؟ مو بس هالفترة. نعم، ما بقدر على طول. ايه، كفارة الصيام عن كل يوم 3500 ليرة سورية. ناخذ اتصال. الو، الو، مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا. دكتور، بس سؤالي، ما عنده يطالع فطرة؟ يا ريت نوّص تلفزيون. تجيب عليه ولا شلون؟ عيد السؤال إذا بتريد. إذا إنسان ما حسن فطر لأنه ما معه حق
يدفع فطرة. أيوة يعني واحد ما معه يدفع فطرة، هيك السؤال. بالضبط. لا يجب عليه عند الحنفية. ناخذ اتصال. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي أسألك سؤال بس. ايه تفضلي. شيخنا 6 أيام البيض من شوال. نعم. بتحسبوا انه الواحد مثلا انه ديناته تبع رمضان وست ايام البيض يعني مع بعض نفس النية؟ هلا ما في شيء اسمه 6 أيام البيض، أنت قصدك 6 من شوال، البيض دائما بيجوا يوم 13 و14 و15 الشهر، اسمهم البيض لأنه بيكون القمر مكتمل. أنت قصدك إنه اللي بيصوم أو 6 من شوال وبينوي فيهم القضاء، بياخذ أجر الأجرين سوا؟ بياخذ الأجرين عند الشافعية لأنه عندهم يجوز التشريك في النية. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلأ شيخ، إذا الإمام خربط بتلاوة القرآن أثناء الصلاة تبطل صلاته ولا لا؟ إذا كان يعني مثلا حط أهل الجنة بالنار وأهل النار بالجنة وكذا، إيه بتبطل الصلاة. أما إذا لا يعني ما في هالمعنى اللي أنا قلته ما بتبطل. بناخذ اتصال. ألو. كيف عملتوا بخير؟ وانتم بخير يا اهلا وسهلا. ربي ينعاد عليكم. وشكرا على الاسلام. الله يسلمكم، ينعاد عليكم الصحه والسلامه. سؤالي 3. تفضلي. اول واحد، انا بشتغل بالبقاليه فدايما البهارات فايت بامسي، بفكر شيء. انت بتشتغل بقاليه شو بصير؟ البهارات قيمه بهارات بزوريه يعني. اي بيقوم بفوتوا لانفك او شيء؟ لا ما بتفطري. أيوة. السؤال الثاني. سؤال الثاني، أنا بدي أوزع زكاة الفطر، هي يكون مصاري أم تكون أكل؟ بجوز اثنين، بجوز اثنين. السؤال الثاني، من بعد اسمك، أنا عندي زكاة مصاري، في عندي بالبيت أولادي، منهم متزوجين ومنهم مطلقين ومنهم لسه ما تزوجوا، فيني أعطيهم لأولادي؟ وأبوهم موجود؟ لا مطلق أنا. مطلق، إيه بصير تعطيهم. حتى لو ما كانوا متزوجين بس يكونوا بالغين. بالغين؟ اي نعم. وابوهم موجود يعني؟ ابوهم موجود على قيد الحياة بس ما بيصرف عليهم؟ قليل. يعني اذا كانوا فقراء طبعا، يعني اولادك بده يكونوا ميسورين، بده يكونوا فقراء وابوهم موجود، هو الذي يجب ان ينفق عليهم. ما عم ينفق عند الشافعي امهم بتعطيهم. ان شاء الله ان شاء الله. على رأسي وانتم بخير. ناخذ اتصال. الو. الو. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا مرحبا. يا مرحبا شيخي، بدي اسالك سؤال. هلا من ست سنين كنت ولداني، ثالث يوم الولاده زوجي تخنقت انا وياه، فرح لعند أهله ودقل لي تليفون وقال لي أنت طالق. شو حكم ال... بيقع. بيقع. يقع. يقع. حسب الطلقة. حسب. في غيره؟ لا. بترجعي له بس يقول لك راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي. ناخد اتصال. ألو. ألو مرحبا شيخي. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخي بعد إذنك بدي أسألك سؤالين. أي تفضلي. السؤال الأول، أنا فقت على وش الصبح، فكرته أنه يعني ما أدت فأشربت مي. يلا بتقضي يوم محلو. شوي بتقضي يوم محلو. بوط على وكان مأدين. بتقضي يوم محلو وكل عام وأنت بخير وإن شاء الله الله بيتقبل منا ومنكم. طيب شيخ السؤال الثاني. نعم. هلأ عندي أنا مرت خالي ما بتحسن تصوم، يعني كبيرة بالعمر ومريضة وما بتحسن انه يعني ما مع مصاري انه تطلع كفارة. نعم. ايه شو يعني شو حلها؟ يعني هي ما بتحسن تصوم وما معها تدفع كفارة، هيك السؤال. ايه سقط التكليف لحتى الله يعطيها وصير ما حاب تدفع، ما صار الله ما بياخذها. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل
ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب، فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حسيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب، فهل السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم مع اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. يا أهلا فيك. الله يخليك شيخ، بدي أسألك سؤال، سؤالين بالأحرى. هي تفضل. في عندي أول سؤال، بقلب عش بقلب بيت الأبجور في سنونه، بس كثير مزعجين يعني، عم يعني بيخربشوا بالليل وما بيخلونا ننام وهيك، بصير بخون؟ لا مو تبقيون، يعني قيمي الاعشاج تبعهم وسكري الاباجور. ما بقدر اصل عليهم لانه عم يفوتوا من برا، وانا عندي الاباجور من جوا مسكر، بس اني عم يفوتوا من برا، ما يعني ما بقدر. الطريقه الوحيده انه بدي بخهم بخ. والله السنونو أنا ما فيني أفتي ببخهم، لو نمل لو زلائط لو دبابير إيه، أما هدول بظن في طرق تانية، جيبي شي هيك شب بيطلع بيكبهم لبرا بيحكم إغلاق الأبجور، ما بيعود بيفوتوا. إيه هنا عم يفوتوا من بيت الأبجور من برا دكتور. إيه فيك تسكريهم يعني، هلا بيت الأبجور بيتسكر. مشان سكروا. نعم. بدي طلعون مشان. لقي لك شي شاب، جيبي شي حدا هيك عامل بيطالحهم ولا نفتي بقتلهم يعني. فهمت عليك. طيب السؤال الثاني، امبارح كنت عم بقرا، ف
فبالآية كاتبين لك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. والقمل. والقمل مو القمل يعني الأمل. الأمل بلا. إيه والضفادع نفس الضفادع اللي أزمة فيها. نفسها إيه. والدم. شو الهدف منه؟ هاي الآية بتقول إنه هدول كلهم من جنود الله، يعني هي اللي ذكرت القمل والضفادع والدم كلها من جنود الله. إذا الله سلطها على شيء لا تبقي ولا تزر، الله هيك يلطف بالعباد والبلاد ويرفع عنا الوباء ويرفع عنا الداء ويرفع عنا هذه الأمراض ويرفع عنا كورونا، وإن شاء الله الله هيك بيفرج عن الجميع. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. يا أهلا وسهلا. الله يوفقك. أنا عندي طفل عمره 13 سنة معاق، مدرسة المعاقين. نعم. هو در يعني قبل الامتحان بيوم أنا فطرته. نعم. هو تعب وقدم الامتحان ولهلا أنا فطرته ما عم خليه يصوم. الله يعافي لك يا رب، ليش فيه؟ هلا هذا بيطلع عليه إني أدفع له كفارة؟ لا هو بيصوم، كان عم يقدر يصوم ومع الإعاقة اللي معه. عم يصوم بس قبل الفطور هو عنده حركات كنعية وبتجي الرجفة. إيه لا بس عم يصوم رغبة عنه هو، صلاة وصوم. إيه يعني ما يرضى، بس أنا فطره غصب عنه. فطري وبس يجي الشتاء إذا بيقدر يصوم صومي، ما بيقدر يصوم هذا بتدفع عنه كفارة. بس بالشتاء نهاره قصير، إذا هلأ عم يقدر يصومون إن شاء الله بيقضيون، لكن بحيث ما يتعب، بحيث يقول الطبيب إنه ما بيأثر عليه الصيام، لا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ناخذ اتصال. ألو. ألو. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. في عندي سؤال شيخ. تفضل. تفضل. في أختي نادرة ندر لأبي، ندرة ندر لأبي إنه إذا عمل العملية ونجحت العملية ووقف على رجلي تذبح له خروف. نعم. نعم. لما نجحت العملية أبي ما خلاها تذبح الخروف، قال لا جوزي بنتك أبدأ، جوزت بنتها فيها وهي جوزها مفقود. نعم. نعم. وهلأ ما معها مشان الندر، شو الوضع شو الحل؟ الأول شيء ندر لله مو لأبوك، يعني هي ندرت لله إذا شفى أبوها بدها تذبح خروف، هيك كان الموضوع. فهلأ بدها توفي نذرة والله لحتى يصير معها، ما صار عجزت عن الوفاء عند الشافعي كفارة يمين إطعام 10 مساكين. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك، اهلا وسهلا. هلا بالنسبة للفطرة بصير الواحد اذا طالع من البيت بصير الواحد شو يساوي؟ اذا طالع من البيت خرج من البيت. ما كتير واضح معي السؤال، يعني شو ما خرج من البيت؟ الفطرة يعني بصير الواحد إذا طالع من البيت شيء من البيت، يعني بدال ما تجيب مصاري مثلا أنه طلعت من بيتك رز ووزعته هيك يعني؟ ايه رز أو برغل ايه بصير بصير ايه. ناخد اتصال. ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا عسكري. نعم. يبدو فقدنا الاتصال، ناخذ اتصال آخر. ألو. 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 ألو ميت، أهلا وسهلا. تحياتي شو؟ يا ميت هلا. الله يكرمك شيخي، بدي أسألك سؤال. أي تفضل. شلون بدي أعرف حال الواحد شافعي ولا حنفي؟ هلا هذا الشافعي ولا الحنفي مذهب بده يتعلمه، يعني هلا بيجي واحد بيقول لك ابي شافعي امي حنفي، هذا ما له علاقه. المذهب بدك تتعلمه وتقرا كتاب على المذهب الشافعي، تقرا كتاب على المذهب الحنفي، والا بصير مذهبك مذهب مفتيك، يعني انت سالتني جاوبتك شو بقول لك بتنفذ. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخي بس بيسألك سؤال لو سمحت. ايه تفضلي. جوزي بزمانه حلف علي يمين طلاق، بنتك ما بتفوت البيت
من جوزي الأولاني. نعم. وفاتت بعدين ثاني يوم قلت له ردني على رحمته، كان أول طلاق ردني، رد حلف ثاني مرة ابن بنتك ما بفوت، فتحت له بالغلط وقف طلاقين شيخي. أول لفظ شو قال لك؟ قال لي إذا بفوت بنتك بالبيت طالق، بتكوني طالق قال لك؟ إيه. وبيقصد الطلاق؟ إيه بيقصد الطلاق. طيب هذا وقع، الثاني شو قال لك؟ قال لي إذا بفوت ابن بنتك على البيت بتفتحي له، إذا بتفتحي له الباب بتكوني أنت طالق، انفتحت له بالغلط. وبيقصد الطلاق بالثاني. إيه. خلص بيقعوا الطلاقين، بيرجعك هلا وصفي له طلقه، انتبهي وينتبه لألفاظه. ناخذ اتصال. ما بدي اسالك سؤال ثاني معلش. تفضلي. قطره الاذن بتفطر شيء؟ قطره الاذن عند علمائنا القدماء بتفطر، عند المجمع الفقهي ما بتفطر. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. وانتم بخير الله يسلمكم. شيخنا لو سمحت، انا زوجي عايش بس في مجال اعطي لاولادي زكاة المال؟ زوجك موجود وانت بدك تعطي اولادك زكاة المال. اولادك فقراء؟ انا مصمتهم مني فقراء. ايه انا مصمتهم مني. انت شو؟ انا مصمتهم يعني من انا شوي هم شوي مثل شوي. بجوز تعطيهم زكاة لاولادك حتى لو كانوا عم يدرسوا؟ اي طبعا بس يكونوا فوق سن البلوغ. شكرا لك، تعطيك الف عافيه، ربي يعافيك، صحه وسلامه جميع ان شاء الله. الله يبارك فيكم. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، اهلا وسهلا. يطول بعمرك. انت صاحب فضل علي يا شيخي. لا خادم يا سيدي، اهلا وسهلا. طول عمرك. عندي سؤالين بس الله يكرمك. تفضل. اول سؤال، إقامة الصلاة بأي يعني بأي وقت، انه الظهر عصر مغرب عشاء، إقامة الصلاة واجب ولا لا؟ انه فورا بقول نويت ان اصلي وبصلي فورا. إقامة الصلاة سنة وليست بواجب. سنة. السؤال الثاني، انه زوجتي تأم بنساء معها مثلا، يعني انه بالتراويح عند الشافعي بجوز. عند الشافعية إمامة المرأة جائزة. إمامة المرأة بالنساء، ها إمامة المرأة بالنساء جائزة، عند غيرهم مكروهة. بناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لأني بدي أسأل، أنا خالي هون بسوريا وأهلي بيجوا بالسعودية، زكاة الفطر إذا بدنا ندفع أهلي بيدفعوا لي إياها ولا أنا لازم أدفع؟ هلا انت قلتي تعيدي السؤال معليش. ايه انا هون عم بدرس بوجه خمسالية. يعني هي الكلمتين هدول مو واضحين، بس ما وضحوا معي اللي هني. نعم. ايه شيخي، انه هني برا وانا هون في سوريا. نعم. ايه زكاة الفطرة بابا الهود بيدفع لي اياها ولا انا؟ هلا انت موجودة هون مو هيك؟ ايه. وابوكي وين؟ بالسعودية. بالسعودية، وابوكي بده يبعث لهون يدفع عنك وعنه الفطرة مو هيك؟ هو لازم يبعث لهون يدفع عني وعنه. اي الله يجزيه الخير، هلا هذا الافضل والاحسن. ايه. انه يبعث لهون يدفع عنك وعنه. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. يا
أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال، ألو. 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 أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا مرحبا. بس عندي سؤال. ايه تفضلي. في خالتي ما عندها وارد وبتاخد أدوية وما في حدا، انه عندها شاب بس مريض ما بيقدر يشتغل. نعم. وعندها بنت بس خارج البلد. طيب. سوريا. طيب. بتنجبر البنت تصرف على امها ولا شلون؟ هلا اكيد يعني اذا عندها سعة يجب عليها ان تنفق على امها، اذا في سعة، ما في عندها مال ما يجب. في سؤال غيره؟ لا هي عندها يعني مقتدرة، بس عم تقلها انه انا مو مجبورة. لا مجبورة، اذا مقتدرة مجبورة. ناخذ اتصال. الو. الو. الو اهلا وسهلا. كيفك دكتور؟ يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. الله يوفقك. بدي اسالك سؤال. اي تفضلي. انا اختي جابت صبي، صرت رضعه، بس انا ما كان في حليب بصدري، كان لي فاطمه ابني سنتين. بقى بصير ابني هو؟ عيدي السؤال معليش. انا اختي جابت ولد، صرت رضعه مني، بس انا ما كان في عندي حليب بصدري، كان عندي ولد وفاطمته من سنتين. نعم. وطلع منك حليب وقت رضعتي؟ والله ما بتذكر. لا بدك تتذكري يعني. هلا اذا طلع منك حليب، عم تقولي رضع منك، معنى رضع انه طلع حليب من صدرك، اذا طلع حليب من صدرك بصير ابنك بالرضاع. ناخذ اتصال. الو. الو. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك اهلا وسهلا. بدي اسألك سؤال بس. اي تفضل. مثلك اللي بيقدر يعني ما في شيء، لا مريض ولا شيء، بس ما عم يصوم، ما عم يقدر يصوم. اذا ما في شيء ليش ما عم يقدر يصوم؟ بده يصوم. ما عم يقدر يعني بينام بيتسحر وكذا، في الصباح ما ادري شو بيصير له بيتصاب. لا هذا مو مقبول عذره عند الله. هلا هو الاعتذار بده يكون لله مو للعباد، ما حدا عم يحاسبه، من العباد ما حدا بيحاسب حدا، وربنا قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الأخير من رمضان أن تتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وأن لا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، وأن تجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين، وأن لا تجعلنا من الأشقياء المطرودين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم وما كتبت في هذا الشهر من أجر فاجعل لنا فيه أوفى نصيب، واجعلنا من أحب خلقك إليك، اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم وأحبوك ورضيت عنهم ورضوا عنك يا أرحم الراحمين. لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، يا من تيسير العسير عليك يسير، يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه عنا. مع هذا اليوم الأخير أيها السادة المشاهدون والمشاهدات من رمضان المبارك، نقول لكم جميعا باسم أسرة قناة سما وباسمي خاصة كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم أعواما مديدة وسنوات عديدة مع الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.